عيسى مراد، عازف عود مؤلف فلسطيني، عاش بفرنسا وهلا انا عايش بين فرنسا والقاهرة. درست الموسيقى في فلسطين وفي مصر وفي مشروع جسور. هو مشروع عملته سنة 2012 مع مجموعة من الموسيقيين بفرنسا، هما تقريبا ثلاث موسيقيين جازمين، عازفين كونترباس بيانو ودرامز، وفي كمان عازف معنا إيقاعات شرقي من فرنسا ومن سوريا في نفس الوقت، هو فرنسي سوري، ومعنا عازف ناي من الهند، ناي هند يسمونه ناي منصور. انا بألف الموسيقى للفرقه وعملت يعني جمعت الفرقه من تقريبا من سنه 2012، وهي فكره الفرقه بتلخص تقريبا من اخر 6 سنين من حياتي الفنيه مع من خلال خبراتي مع موسيقيين من مختلف دول العالم ومن خلال سفراتي واطلاعي على الموسيقى. عملت الحفلات، بعض الحفلات في فرنسا، وكان رد فعل الجمهور كتير إيجابي. كانت فكرة شوي جديدة بالنسبة لأنه مش الفكرة الكلاسيكية اللي نعرفها اللي هي الأورينتال جاز المتعارف عليها، لا هي فكرة مختلفة شوي، مش نفس الفكرة اللي لأنه في كتير برضو عازفين بيعملوا موسيقى أورينتال جاز، بس هي مش نفس الطريقة. فكانت شوي ردة فعل إيجابية عندهم وصار في إقبال يعني على الموسيقى هاي بالذات للمستمع الغربي، لأنه مستمع كتير سامع موسيقى الجاز، فلما شاف مؤلفات خصوصي لموسيقى فيها جاز وفيها شرقي وفيها هندي فشوي عملوا الموضوع يعني تقريبا كليك يعني مشي تقريبا المشروع. في نفس الوقت في مصر هون كتير ناس سمعوا المشروع شافوه بنفس الطريقة بس بمنظور آخر من زاوية أخرى. سبتمبر في عندي بعض الحفلات بسبتمبر، وبعدين حيكون عندنا حفلة كبيرة برضو بمعهد العالم العربي في باريس، حتكون تقريبا من 2015، وفي كمان جولة في لبنان وفي كمان جولة بفلسطين، ففي أكثر من جولة، وفي ممكن كمان جولة تانية في مصر بس حتكون بال 2015. Jump.